الله. بسمعك دايما نصيف بترتل، قد ايه مهم الفنان يعطي مال الله لله ومال الفن للفن؟ مهم جدا اللي انت عم تقوليه، بس انا ما برتل لاي سبب من الاسباب. انا بلشت مرتل اصلا، انا بلشت ب بالكنيسه، يعني الموضوع الفني طلع معي اكتشفوه بالكنيسه. ف قد ايه كان عمرك؟ كنت عمري 6 سنين وقت ما عملنا حفله لعيد الام بالكنيسه. كان كمان عيد الام. ايه وانا ما كان عندي ولا دور بالحفله. سو قالوا لي، زعلت، قام الاخوه كانوا بمدارس الاحد قالوا لي بتغني، كانت وقتها ضاربه مين حبيبي انا. الله. قال بتغنيها؟ قلت لهم بغنيها بس بدي شارك بالليل. ايه وانا ما كان موضوع الفن عندي ولا ما كان في 6 سنين، ما مش واضح اذا في موهبه او من عدمها. بس سبحان الله حبيتك، بس وقفت على المسرح وزقفوا لي. هلا خبصت انا شو غنيت وشو عملت، ما كان في، يعني مش ما في اصلا بذره موهبه. اللي قلته كان كمان مع صبيه من مدارس الاحد، بعدين كفت فكنت مرتل. يعني اول اغنيه فينا نقول غناها نصيف زيتون هي مين حبيبي انا. ايه صح، بالكنيسه. صح، بعيد الام اللي كان بساحه الكنيسه. ايه كيف تقولها؟ كيف قلتها؟ كيف قلتها؟ كثير بشع. انا طميعه كثير. ما معقول يكون معي نصيف هالصوت الحلو، مش كل شوي انكز اقول له بدي اسمع. بدها تنام، بدها تنام، يلا تطلع حلوه. انا برد عليك بصوت واطي. حبيبي انا رد علي قولي من حبيبي انا، رد علي قولي من حبيبي انا، رد علي قولي انت.